سلامة، شقد ما تزيد مبيض في القهوة يختفي طعم القهوة نهائيا. هي؟ هناك وايد أنواع من مبيضات القهوة والشاي، منها على شكل بودرة ومنها على شكل سائل. هي؟ والبعض يسموها كريمة أو الكريمة الخالية من الحليب، والصراحة ما أدري إيش علاقتها بالكريمة اللي في حال إن وجدت نسبتها ما تزيد عن 30%. أها. أنت خذي أي نوع من هذه الأنواع من المبيضات يا سلامة، وقري المكونات غير المواد الكيميائية، تلاقين شراب الفركتوز وسكر مركز وزيوت نباتية مهدرجة، وهذه الزيوت تكون غنية بالدهون غير المشبعة اللي هي من أسوأ أنواع الدهون. تقريبا 100 جرام من المبيض يحتوي على 500 سعرة حرارية. يعني تأخذين سعرات حرارية من دون قيمة غذائية، والمشكلة تزيد لما يصير المبيض بنكهة مثل الفانيلا والكراميل والبندق، يعني يزيدون لنكهات صناعية والمزيد من السكر. شو يا سلامة، غيرتي رايج؟ هي. ما في شيء مثل الحليب الطبيعي اللي يزيد عناصر غذائية مفيدة على القهوة أو الشاي. وإذا تعانين من حساسية من الحليب، خذي حليب خالي من اللاكتوز أو حليب اللوز أو الصويا أو الجمر. هي. وعساكم دوم بصحة وسلامة.